وبعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا مع بعض نتابع الأخبار اللي هتحصل النهاردة، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ومنها أيضا احتفال الجامعة العربية باليوم العالمي للملكية الفكرية. كمان النهاردة في ثلاث مباريات مهمة من مؤجلات الدوري الإنجليزي لكرة القدم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هيطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مع تكثيف الاستعدادات في شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP27. النهاردة كمان هتحتفل إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار الملكية الفكرية والشباب، الابتكار من أجل مستقبل أفضل، وده بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. كمان النهاردة هتنظم دار الأوبرا المصرية حفل فني تحيي فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وده بمناسبة الاحتفال بذكرى وفاة الفنانة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية. لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع مباريات قوية من مؤجلات المسابقة، هيلتقي أستون فيلا مع بيرنلي الساعة 9 في المباراة المؤجلة من الجولة 18، هيلتقي تشيلسي مع ليستر سيتي الساعة 9 في المباراة المؤجلة من الجولة 27، وهيلتقي أفرتون مع كريستال بالاس الساعة 9 إلا ربع في المباراة المؤجلة من الجولة 33.